سوينا ورشه نعم. لدوله الرئيس بيها طلبت بالليل قلت له راح اعرض لك باشر منتجات عراقيه انا احد الاخوه المستشارين قال لي قال لي انا كنت ايد على قرارات الصناعة بس عبالي بس على ورق من جبنا عرضنا المنتجات العراقيه احنا الطابوق اليوم كله عراقي ثرمستون كله عراقي الكاش عراقي انا, أنا كا... بلاستيك بلاستي كله عراقي يعني الباب كم ال... الباب عراقي كم سلعه جاي نصدر لا اكو هيك احصائيه اكو هيك رقم دكتور عبد الرحمن اكو هيك جاي يصدر يعني اعطيك رقم ايرادات هذه الصادرات لأنتك للمنتجات لأنتك العراقيه هي رقم محدوده ايراداتها بس ما اعطيك نعم نعم رقم اعطيك اجازه التصدير نعم, نعم احنا صدرنا 23 1830 او 60 اجازه تصدير في سنه 24 نعم لحد كان 18 4 نعم, نعم احنا مصدرين 1900 اجازه تصدير ممتاز ف... السلع شنو هي السلع؟ اهم السلع اللي جاي نصدرها نصدر مصد... سيدي ال... احنا نصدر غذائيه نعم ونصدر الغذائيه بانواع احنا تحشيل غذائيه نعم, نعم. ونصدر انشائيه اها ونصدر اول مره العراق يصدر اسمنت 260 الف طن زين زين ولا يعني صار عندنا فائق الانتاج 260 الف طن وافقت الدوله على التصدير هاي السنه هاي, هاي السنه هاي الاشهر نعم وهسه عندنا صادرات حديد للسعوديه 100 طن كوجبة أولى تجربة نعم, زيان نعم. زين الكاربت والسجاد و... هذا ما نعم. شين الـ الـ الصناعات الاسفنجية الصناعات البلاستيكية يعني حتى الأدنى الكيميائية اللي جود مالت الكربرة صدر العمان اللي هو أصلا يصدر العمان يوم صدر حديد تسليح العمان. صدرنا للسعودية هسه عندنا وجبة 100 طن, طن, طن تطلع حديد ايه تسليح اي مش